كيف أتخلص من همومي؟ لا، هموم تتخلص منها أولا ألا تكون أنت هما، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لا تجعل طيور الحزن تعشش داخل رأسك. يعني أنت لا تستطيع أن تمنع طيور الاكتئاب التي تطير فوق رأسك، لكن عندك المقدرة أن تجعلها ألا تعشش داخل رأسك. ده هذا أمر. الأمر الثاني، احتسب الأمر لله. الأمر الثالث، كثرة الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد. والإنسان بكثرة الدعاء ربنا يزيل الهموم إن شاء الله. ومن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأمر طبيعي، أمر شخصي لي أنا، لما أهتم بأمر بتوضأ وأقوم أصلي ركعتين وبنية فك الكرب ونية شرح الصدر وندعو الله، والله أرحم حتى لو كنا مذنبين، الله يستجيب لنا إن شاء الله.